السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شباب. طبعا اليوم اعلمكم على طريقة لصناعة السلات للحمام الملكي والفناجس والطيور بشكل عام. طبعا هاي السلات انا صانعها من الجبس البورق، عندنا مصطلح يسمونه البورق. طبعا هاي المكونات عبارة عن السيم مال اقفاص، حديد هذا المغلون، وبورق، وخيط، وهذا القماش يلف بشكل معين على السندانة وينضرب بسيم مال التسليح، وآخر شيء نغطى بمادة البورق الجبس حتى تصير بهذا الشكل. طبعا هاي جدا رخيصة، طبعا ذنة ستة ما كلفنا 1000 دينار فقط خيط. هذا المواد الجبس تقدر تجيبها 500 دينار كيلو كلش كافي. بس طريقة صناعتها هاي السلة او الاحشاش، تجيب سدانة فارغة ونجيب هذا الخيط موجود بالاسواق، بلف تقريبا ب20 متر، نلفه بهاي الطريقة على السندانة هيجي، ونلفه بهاي الطريقة، نظل نلف بيه حسب العمق اللي نريده احنا للسلة، سلة عميقة سلة مو عميقة، فنظل نلف بيه لا نوصله لهذا الحد. انا هسه كنت مسوي عندنا عميقات تقريبا مال فخات وفناجس، فضل اللي بيه الى ان نوصل للحد اللي نريده. نقفلها ونثبتها، نثبت الخيط بدنبوس من نار نهاية الخيط، يعني نوصل نهاية الخيط نثبت الخيط بدنبوس ونغطى بمادة البورق، نسوي بورة مي وبورق ونغطى بهالشكل مادة البورق ونعوفها مثلا فد يوم كامل 24 ساعة منها لحد ما تيبس ونطلعها. من راح تطلع بهالشكل هذا بس بدون بورق، يعني ما نخلي البورق تطلع بهالشكل، نخلي لها ذن القفايص وايضا نغطها بالبورق حتى تثبت. وسلات جدا رخيصة يعني ما تكلف، ترتاح بها الفخاتي والفناجس بدل ما تشتري السلة ب2000 دينار، لأن كل ما كلفن 1500 دينار مع فقط قلنا هذا الحبل ومادة الجبس. جبس هو الكيلو ب500 دينار يبيعونه فل. فشباب انصحكم يسوون هاي، ايضا هي حلوة وهم باردة للطيور، لانها مادة الجبس مادة باردة تستخدم للتحشيش، وانا سابقا مسوي من عندها ونجحت عندي بالبلابل والفناجس والحمام الملكي. فشباب انصح بهاي، رخيصة وهم حلوة. استخدم قلنا هذا الخيط، استخدم هذا الخيط ب1000 دينار قلنا سعره تقريبا طوله 20 متر، ونجيب اي سندانة عندنا فارغة صغيرة حسب الحجم اللي تريدها، تريد سلة كبيرة سلة صغيرة، وقلنا نلف بهذا الطريق هذا الخيط. طبعا هو هذا الخيط صغير استخدمته انا كنموذج، بس انت لازم تجيب خيط كبير قلت لك هذا ب20 متر ب1000 دينار، لفه بهالشكل هذا، نلفه ونطل اللف عالسندانة الى ان تريد يا عمق تريد توصله، لفه بهالطريقة هاي الى ان نوصل عمق. شوفان بالساعة
سابقا شفتوا موصله اللي جاني كان عنده خيط طويل، هسه خلص الخيط. فانت حسب ما تيجي توصل اللي جاي تسوي عميق يعني اكثر. فبنهاية الخيط هذا من تكمله ضربة دمبوس هيج حتى يثبت ما ينفل الخيط، وتغطه بالبورق، تسوي له خطة مع البورق وتغطه بهالشكل بالبورق، وتعوفه تقريبا خلي يعني بالشمس حسب الشمس، يعني اذا شمس قوية تقريبا 3 ساعات 4 ايام، بس اذا شمس مو قوية خلي يوم كامل. تجي ثاني يوم من تلقاه يابس تعوج هذا السندانة بهالطريقة، هالطريقة تعوجها وتسحب تسحب السلة تلقاها بهالطريقة هاي مثل هاي. أما القاعدة مالتها، القاعدة مالتها إذا تشوفونه هذا السيم أنا مسويه، خليت له السيم، القاعدة السيم مال القفاص مثل هذا، مثل هذا السيم تخليه على القاعدة مالته هيجي، تقصها داير ما داير، داير ما داير تقصها، يعني تسويها على قد هاي السلة، تربطها بسيم، سيمة منا وسيمة من هنا، وأيضا تضغطها بالبورك، والصيل مثل هاي هالشكل هذا. هسا هاي بعدهن ما يابسات تقريبا، بس يعني متماسكات لأن ما رايحتهن الشمس. أنا البارحة باللي سويتهن هسا بعدها في ما واصل الشمس لهن، فإن شاء الله متوصل الشمس يابسن ينشفن من المي. هذا سيم مال تسليح القاعدة، طبعا جدا قوية تكون باردة للطيور. خل اشوفكم لان السابق انا مسويه هنا انا صار عنا احشاش، فرخن بيه البلاب والفناجس. وهو عند هاي الفوق عند هاي، شوفوها هاي تقدر تشكلها على السيم باي مكان، شوفوها هاي بهاي الشكل تصير دش دائرية مربعة. هذا الخيط شوفوا شباب تلف داير ما داير على السندانة إلى أن توصل للحجم التريده، العمق اللي تريده، تضربها بورق من جوا حتى تتماسك، تصير تماسك بالخيوط ما تنفل. وهاي ضيف لها تعلاقات سيم حديد، شوي السيم لازم يكون قوي حتى تتعلق هنا، تتعلقها على سيم تخليها هنا، لازم اسويها بشكل معين. هسه انا سويت هاي، سويت وحدة بدون سيم، ما تقدر تطرحها ما تتعلقها بدون تعلاق ايش تنحط. هاي ما عليه شيء لان هي شوية ثقيلة يعني مو خفيفة مثل هاي. هاي انا سويتها بس من الداخل، من الخارج سويتها بورق مو من الداخل، هاي لا سويتها من الداخل للخارج، شوية احلى وابرد. فاي استفسارات شباب، اي اسئلة عن هاي الطريقة من صناعة السنادين انا بخدمتكم. او احلى فرخ فنجس انجليزي مكحكل. هذا فنجس انجليزي مكحكل لونه حلو كلش شكري. هذا الفرخ الثاني شوفوا، هذا عندها فرخ تحياتي لكم شباب، اذا عندكم اي استفسارات او اسئله اتركوها بالتعليقات. هذه قناه اسماعيل تي في، السلام عليكم.